بسم الله والحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. آمين يا سيدنا العظيم. الآن سنقف بكل جد وأدب مع الله سبحانه وتعالى في مقاربة لبعض آيات من سورة الأنعام لبيطاي. مناول الآية 147 يقول مولانا قل، وهذه قل كنا تبعوها، استعرفوا طبيعة العلاقة بين المولى سبحانه وتعالى وخير الأنام عليه الصلاة والسلام، أي قائدنا العظيم عليه كل التسليم. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما، أو التصحيح أنواع الجائز وأنواع المحرم. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما، سأكونسيدريكم إليسيت. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام من يطعم في سور في ما يخص الطعام لمونجور، على طعام من يطعمه إلا وقتاش واللي المحرم، إلا أن يكون ميتة. شوف رب قدر حمانا، والميتة بتعرف منها ما لم يخرج منها حتى دم، وقتها ماتت الله أعلم شنو السبب، يكون تسمم، يكون كل ناتج عن سقوط من على و و و و وهذا الكل ما يخليش عموما تفريغ الجسم الحيوان ذاك من الدم اللي ربما كما قلنا يكون مسمام، هضر بالعجب، ونعرف احنا في الطب منذ القدم اللي الدم احسن موضع تكثر فيه الجزيئات الضارة، لأنها تسمم خلايا الدم تاع الحيوان الميت. هو موجود في نور شفاء الجزء الأول، موجود تفصيل ذلك، تلك الحقيقة بالنسبة للحيوان الميت. قل لا أجد فيما أوحي إلي، أي أوحي إلي نهاية كلام اللي يوصل للإنس والجان اللي هو كلام الله، أي اسمه القرآن. تعلموا راه القرآن كلام الرحمن، واللي يقول لك خلي عليك يا رجل ذاك يهدي وذاك مصاب بالصرع، وأنا اقتدي ينزل وحي مو كن ثقيل، بطبيعة الحمد يظهر الثقل في شخصية النبي عليه الصلاة والسلام. أنا عرق الوجه ربما من ثقل يرتج جسد النبي عليه الصلاة والسلام، ليس بسبب مرض، لكن لأنه في مواقف نزول القرآن كونه ثقيل، وأغلب الناس يعتبرونه ثقيل أي ما تحدثش عنه. أنا من نفسي نحن لأنه فيه افعل ولا تفعل حلال وحرام، وأنا ما ليش مسنصنت الحلال والحرام، أخي ما عندي منام، أنا عندي يعني ننقف في الأرض ونوقف في كما تقول انت في كرامة الغير، و يعني يلغوا في دم المسلمين كما ولغى فيها الكلب معاوية ابن عاد شكون عاد. راكم يا ناس غافلين عن وقاع هذا الدين اللي راه أهل البيت عليهم رضوان الله وسلامه، مرى حتى حد ممن يدعون أنهم أهل الملك وأهل السيادة والسلام علينا أعداء الهوى.